هاي رح نعمل tips and tricks بالليمون. التب هي انه نحضر نوعين من الخلطات بالليمون انها تساعدنا على تخفيف الوزن. اول اشي رح نبدأ بالتب هذه. احنا عنا هون كاستين، الكاستين فيهم كل واحدة فيها نصف عصير نصف ليمونة، وعنا هون ماء مغلي، وعنا زنجبيل، كمون، قرفة، مطحونين. اول اشي رح نبلش باول تب. طبعا احنا كنا عارفين انه الليمون له فوائد كتيرة وهي اهمها فيتامين سي. هلا بالنسبة للزنجبيل عنده فائدة بهاي التب اللي احنا رح نعطيها، انه هو بحرق الدهون. رح نضيف هذا القدر من الزنجبيل، ربع معلقة صغيرة لهاي الكمية. طبعا كل ما بدنا نعمل دبل كمية الليمون نعمل دبل كمية البهارات كمان. ربع معلقة من كمون، وأخيرا ربع معلقة من القرفة. بنحرك هاي المكونات كلها مع بعض. طبعا القرفة بتساعدنا على تحريك الدورة الدموية، الكمون بيساعدنا على إزالة النفخة، وكمان بيساعد، واحدة من فوائده إنه هو بيقطع الشهية. هلأ رح نضيف لإلها نفس المقدار مي سخنة أو مي مغلية، نتركها شوي عبين ما تصير مي دافية. نستمر بالخفق. طبعا هاي الخلطة بتساعد كتير الجسم على التنحيف، بس أكيد هذا الإشي ما بيصير لا بيوم ولا بيومين، بده وقت، بده من أسبوع لأسبوعين. بتساعد الجسم إنه يخلص من كل السموم اللي موجودة فيه وحرق الدهون. هلا اول تب صارت جاهزة. هلا بدنا نيجي للتب الثانية اللي هي مقدار نصف ليمونة. اوكي، هاي اول تب ممكن نشربها بعد الغداء، تساعد على حرق الدهون ولكن بعد الغداء بنص ساعة. اما التب الثانية فهي بنقدر ناخذها على الريق، بتساعدنا على قبل الفطور بحوالي نص ساعة، بتساعدنا على التخلص من كل السموم اللي بالجسم، وبتساعد الجسم على انه يتنشط. اللي هي بناخذ مقدار نصف ليمونة وبنضيف فوق نفس المقدار من الماء المغلية، بنشربه كمان بنقدر قبل كل وجبة، الفطور، الغداء او العشاء، بنصف ساعة اذا حدا بيحب يكثر من تناول هذا التب او هذا العصير. هيك خلصنا من التبس. هلا بحب اقولكم في عنا للليمون فوائد واستعمالات كتيرة. اول اشي احنا بناخد مثلا بعد ما عصرنا الليمونة لهدول التبس التنين، واحدة من التريكس اللي بنقدر نسويها بالليمون انه الليمون مثلا بنضف، اذا خلينا الليمون زي هيك بقلبه شوية لب، بنقدر ننضف فيه الفضة، النحاس والكروم، وبعدين بنمسحهم بفوطة ناشفة. هلا انا التريك اللي راح اعملها انه هاي عندي ليمونة عصرتها وخليت شوية مي فيها، راح اعملها خزوق من الجوانب بهذا الشكل، وعندي كبش قرنفل اللي هو العيدان مش المطحون. هلا بناخد كبش القرنفل العيدان، اهم اشي يكون في عليها الزهرة. هلا محل ما خزقنا بالتوث بيك ندخل كبش القرنفل بهذا الشكل. ونكمل من الجهة الثانية. نقدر نعمل أكثر من 4 خزوق، بس إحنا هون عملنا بس 4. هلا في إحنا تركنا زي ما قلت لكم شوية مي بقلبها، رح نضيف شمعة. هاي التريك بتساعدنا إنه نحط هاي الليمونة في الفرندا، في البستان. أول إشي بتساعد على إبعاد الحشرات، لأنه بس تحمى الشمعة ونضويها زي هيك بتساعد المية تحمى من تحتها، بالتالي بتنبعث ريحة الكبش القرنفل والليمون
لمسافة بعيدة، وبصفي إنه إحنا عم نبعد الحشرات لأن الحشرات تكره هاي الريحة. وأمثلة تانية من الاستفادة من قشرة الليمون زي هيك، دايما إحنا بنلاحظ إنه لما نيجي ناكل أكلة سمك في دايما معانا ليمون عشان نعصره على السمك. بس نخلص الأكل نقدر دايما ننظف إيدينا بقشرة الليمونة، هيك بتروح ريحة السمك كلها عن الإيدين. وواحد من التبس التانيين إنه أنت بتقدر تحط مجموعة صغيرة من القطن، منحطهم بصحن ومنحط فوقهم عصير شوية ليمون بإيدنا ومنحطه بالبراد عشان نزيل الروائح اللي مش حلوة بالبراد. وآخر تريك معانا إنه إحنا بنقدر نستعمل شوية مي باردة بقلب صحن من هدول البولز، وشوية ليمون فوقها مع قشر الليمون نقسمه أرباع، بنحطه بالمايكروويف لمدة دقيقتين، وبعدين بنطفي المايكروويف ونتركه بقلب المايكروويف لمدة 5 دقايق. بعدين بس نقيمه من المايكروويف نقدر ناخد فوطة ناشفة أو شريطة ناشفة وننظف كل المايكروويف بزيل كل الدهون من جوا. بتمنى إنه هاي التيبس أند تريكس تكون فادتكم.